أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. نراجع سوية ما يمكن أن يحدث من أخطاء شائعة في هذه الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى، هنا ممكن أن تقول ونادى نا تقلل صوت الألف، احذر من هذا. ونادى، هنا لدينا مد جائز منفصل أصحاب، هنا لا تفخم الهمزة المرققة لأنها جاورت الصاد المفخمة مرتبة رابعة، تقول ونادى أصحاب أصحى، ممكن أن تفخم الحاء أيضا، الحاء والباء والهمزة مرقق والصاد هي فقط المفخمة يجري فيها الصوت والنفس وهي من أحرف الصفير. أصحاب أصحاب وليس أصحاب، انتبه لهذا، أصحاب الجنة. انتقلنا من الباء المضمومة إلى اللام القمرية لأنه جاء بعد حرف الجيم، ابغي حجك جيم، نبدأ بهمزة قطع مفتوحة. كذلك أصحاب النار كما قلت في البداية. النار لا تقلل صوت الألف، تقول النار النار النار. إذا وقفت طبعا تكون الراء مفخمة لأن ساكنة قبلها مفتوح سيكون، ولكنه إذا استمرنا في القراءة تكون مرققة لأنها مكسورة. أن قد نون قاف
إخفاء، ولكنه تكون الغنة مفخمة بحسب مرتبة القاف، مرتبة ثانية مفتوح، ولدينا دال مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، ولدينا دال في كلمة وجدنا قلقلة صغرى في وسط الكلام. انتبه لهذا، أن قد وجدنا، وممكن أنه تفخم الهمزة لأنه هنا لدينا غنة مفخمة وهذا خطأ. الهمزة مرققة دائما، انتبه إلى هذا، لا تقول أن أن، هذا خطأ. أن، الغنة هي المفخمة. بعد ذلك أفخم القاف مرتبة ثانية، أن قد وجدنا ما وعدنا. لا تقول وجدنا ما وعدنا، كأنه أنت تنبر على الميم وتصعد الصوت على الميم فتصبح نافية، لأنه أن قد وجدنا الذي وعدنا ربنا. أما إذا قلت ما وعدنا ربنا أي الذي لم يعدنا ربنا، واختل المعنى هنا بمجرد أنه أنت رفعت صوت الميم قليلا فأصبحت ما نافية. وانتبه لهذا الأمر، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ر مفخمة لأنها مفتوحة. ثم بعد ذلك لدينا باء مشددة، الباء حرف شديد مجهور، باء ساكن ثم باء مضموم نضم الشفتين فيه. وكلمة حق، الحق لا تفخم الحاء مجاور للقاف المفخم مرتبة أولى لأن مفتوح بعدها ألف، حق وليس حق، جاء بعد التنوين فاء إخفاء، حقا فهل، فهل لام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط. هنا لدينا إدغام الدال في التاء، وجد ثم ميم ميم إدغام، وجدتم ما وعد ربكم حقا، أيضا لا تصعد صوت هذه الميم، يعني فهل وجدتم الذي وعدكم ربكم حقا، هكذا هو أو الطريقة الصيغة يعني. ولكن إذا قلت ما وعد ربكم أي الذي لم يعدكم ربكم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أيضا كلمة حق هنا، قالوا نعم، القاف مفخم مرتبة أولى، انتبه لها. ولا تقول قالوا، لا تكور الشفتين، لا إعمال للشفتين في نطق حروف الاستعلاء السبعة، مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوح بعدها ألف، اللام مرققة ونضم الشفتين فيها وفي الواو، نقف على ميم مظهرة، قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم. الذال كما شرحت في الدروس السابقة بأنه يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس، وانتبه لهذا. عندما تنطق حرف الذال وخاصة المشددة، ضع أصابعك هنا أمام الفم، فإذا لمسها هواء خارج من الفم فهذه ذال ليس صحيحة، لأنها الذال ليست من حروف فحثة وشخص سكت، الصوت فقط هو الذي يجري في الذال، تدرب على هذا. فأذن مؤذن بينهم ضم الشفتين في الهاء، ميم مظهرة، بينهم اللعنة، نون نون لام إدغام، نأكل النون بغير غنة. اللعنة الله على الظالمين. هنا بما أنه جاء مضموم قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال من غير أن نفخم التاء المربوطة، نقول اللعنة الله، نفخم هذه التاء المربوطة، هذا خطأ، إذن هي مرققة، اللعنة الله على الظالمين، على وليس على، على هنا الظالمين، بدأنا بهمزة قطع مفتوحة والظاء اللام الشمسية لأنه الظاء من الحروف الشمسية، ظاء ساكنة ثم ظاء مفتوحة بعدها ألف مفخم مرتبة أولى، الساكن مرتبة الرابع. وهنا انتبه إلى أنه الظاء لا يجري فيها النفس، يجري فيها الصوت فقط، من صفات حرف الظاء، دائما خليه في بالك، فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس الذي يجري فيها الهواء، الذي يجري فيها النفس. الذين يصدون، يصدوا، انتبه هنا بارك الله فيك، لدينا دال ساكنة وقعت بين صاد مضمومة ودال مضمومة، يصد دون يصدون، لا تضم الدال الساكنة، يصدون تضم الشفتين من الصاد إلى أن تصل إلى النون، هذا خطأ، يجب أن ترجع ضم الشفتين إلى الوضع الطبيعي في الدال الساكنة من الدال المشددة، يصدون هكذا عن سبيل، نون سين إخفاء، نذهب إلى مخرج السين، أتهيأ لنطق حرف السين، بما أنه جاء مكسور قبل اسم الجلال الله، ترقق اللام، سبيل الله،
ويبغونها باء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام. الغين مضموم، نضم الشفتين فيها، مفخم مرتبة ثالثة مرتبة المضموم. الغين دائما تذكر أنه يجري فيها الصوت فقط ولا يجري فيها النفس. عوج، كسرة العين عميق من وسط الحلق، عوجا وهم بالآخرة كافرون. تنوين مع الواو إدغام، ميم مع الباء إخفاء شفوي. بالآخرة هنا لدينا مد بدل مقدار حركتين، اكسر الباء جيدا. لدينا اللام القمرية لأنه جاء بعد حرف الهمزة. كافر، لا تقل كافر، هذا الصوت خطأ. كافرون في كسرة الفاء جيدا، ثم الراء مفخمة لأنها مضمومة، واقرأ الراء جيدا لا تكررها، لا تقل كافرو رو رو، خطأ. كافرون. وبينهما حجاب، وقفت على باء ساكنة في آخر الكلام، مقلقلة قلقلة كبرى. كسرة الحاء، حي حجاب وليس حجا حجا، هذا صوت ألف غير صحيح. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف، هنا لدينا همزة وعين، دائما انتبه عليه لأنه الحرفين متجاورين في المخرج، والعين المساكنة تقبل أن تقلقل، فانتبه لهذا. الأعراف، هذا خطأ. الأعراف، الراء مفخمة، العين يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، والألف تتبع الراء. رجال يعرفون، أيضا هنا الراء مرققة في رجال لأنها مكسورة. لدينا التنوين مع الياء إدغام من غير أن نجعلها ياء صافية. رجال، هذا خطأ، جعلتها ياء صافية هنالك. قلنا رجال يعرفون، يعرفون لا تقلقل العين، يعرفون، الراء مرققة مكسورة. لا تمسك اللام مشددة. خطأ، كلا بسيماهم، بسي ثم ياء، بسيماهم، لا تقل بسيماهم، ماهم، هذا صوت الألف المقلل أو الممال، وهذا خطأ. ونادوا، دال مفتوحة، ونادوا أصحاب الجنة، الهمزة مرققة كما مر معنا في بداية الصفحة، لا تفخمها، تقول أصحاب، أصحاب الجنة أن سلام عليكم. هنا لدينا نون سين إخفاء، والنون المشددة فيها غنة، وهنا لدينا سلام عليكم، لدينا تنوين مع العين إظهار. الياء هنا ساكنة من كلمة عليكم، فقبلها مفتوح، فتكون ياء لين، لا تضغط على المخرج. عليكم، ميم مظهرة في الوقف والوصل. لم يدخلوها، الميم مظهرة، لم يدخلوها وهم يطمعون، أيضا هنا الميم مظهرة. يدخلوها، الدال مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام. الخاء مفخم مرتبة ثالثة مضمومة، وضم الشفتين فيها وفي اللام، ولا تفخم اللام. يدخلوها وهم، ها مضمومة نضم الشفتين. يطمعون، الطاء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، وهي مفخمة مرتبة رابعة مرتبة الساكن. العين، عون عون، والعين عميقة من وسط الحلق. وإذا صرفت أبصارهم، صرفت بها تاء ساكنة بالأخير مهموسة في الوقف والوصل. وإذا صاد مفخم مرتبة ثالثة لمضمومة، الراء مرققة. صرفت أبصارهم، أبصارهم، الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام. الصاد مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. الراء والهاء مضمومة نضم الشفتين فيها، الميم مظهرة في الوقف والوصل. أبصارهم تلقاء أصحاب النار، تلقاء، قاف مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. الهمزة هنا جاء بعدها همزة، همزة مفتوحة، همزة مفتوحة، نحقق الهمزات في، احنا نقرأ على رواية حفص. تلقاء أصحاب النار قالوا، الصاد هنا، الصاد هنا مفخمة، فلا تفخم الهمزة، هي مرققة لأنها جاورت الصاد. أصحاب، باء مكسورة، ننتقل من الباء إلى النون لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية والنون من الأحرف الشمسية. قالوا، قاف مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. لو لام مضمومة نضم الشفتين فيها. ربنا مرت معنا، الراء مفخمة والباء شديدة مجهورة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة. لا تجعل، هنالك من يدغم هذه اللام في النون وهذا خطأ، يقول لا تجعلنا، تجعلنا، أين اللام؟ يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة.
لا تجعلنا مع القوم الظالمين. القه هنا بدأت بهمس قطع مفتوحة، اللام قمرية، لأنه القاف من الأحرف القمرية. ابغي حجك وخف عقيمه. مي انتقلت من الميم القوم الظالمين إلى الظا، لأنه لدينا همزة وصل، واللام واللام شمسية لأنه الظا من الأحرف الشمسية. الظا هنا مرت معنا، ظا ساكنة ثم ظا مفتوحة بعدها ألف، الساكن مرتبة رابعة، والظاء مفتوح بعد ألف مرتبة أولى. أكسر اللام والميم جيدا. الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف، مرت معنا هذه، رجالا يعرفونهم أيضا مرت معنا هذه، لا داعي للتكرير. العين ركز عليها، لا تقلقل، يعرفونهم، ولا تجعل التنوين عندما يأتي التنوين مع الياء إدغام ياء صافية. رجالا يعرفونهم، هذا خطأ، رجالا يعرفونهم. ميم باء إخفاء شفوي، يعرفونهم بسيماهم مرت معنا أيضا. قالوا، هذه الكلمات كلها مرت معنا. ما أغنى، هنا لا تفخم الهمزة لأنه جاورت الغين مفخمة مرتبة رابعة، الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، تقول ما أغنى من غير التحس. أغنى عنكم، نون كاف إخفاء، ونذهب إلى مخرج الكاف، لا تقول عنكم، لا تفخم الكاف، ميم مظهرة، عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كل هذه الميمات التي قرأتها الآن ميم مظهرة. الكاف هنا ضم مضمومة، لا تسحب ضمة الكاف إلى النون، تمطها تقول كنتم، هذا خطأ، كن ثم بعد ذلك غنة إخفاء نون مع التاء، كنتم مظهرة ميم تستكبرون. سين يجري فيها صوت والنفس من حرف الصفير، الكاف فيها همس لأنها ساكنة، لا تبالغ أو تقلقل، تقول تستكبرون أو تستكبرون، هذه مبالغة، والأولى قلقلة، الصحيح تستكبرون تستكبرون. الراء مفخمة لأنها مضمومة. أهؤلاء الذين، هنا بس مجرد أنه أنصحك أنه لا تقلل صوت الألف. أهؤلاء خطأ، أهؤلاء الذين هنا، طب نبدأ بهمزة قطع مفتوحة، لا تمسك اللام وأكسر الذال. الذين أقسمتم، لا تقل أقسمتم، فخمت الهمزة لأنها جاورت القاف المفخمة مرتبة رابعة وهي مقلقلة قلقلة صغرى لأنه ساكنة، فتقول أقسمتم، هي أقسمتم أقس أق أقسمتم، لا تفخم الهمزة خطأ. لا ينالهم ينالهم الله برحمة، لا تفخم الميم لأنه جاورت اللام مفخم، لماذا اللام مفخم من اسم الجلال؟ لأنه قبله مضموم، تقول لا ينالهم، خطأ، لا ينالهم الله، هذا خطأ، تفخمت الميم، الميم مرققة، لا ينالهم الله برحمة. هكذا نقف على هاء ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت والنفس باهتزاز الأوتار الصوتية، كسرة الباء ب، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، والحاء يجري فيها الصوت والنفس برحمة. أدخلوا، هنا الهمزة همزة القطع مضمومة لأنه ثالث الحرف تكون مضموم، لا تسحب ضمة الهمزة همزة قطع إلى الدال الساكنة، انتبه لهذا، تقول أدخلوا، خطأ، أدخلوا أدخلوا، دال مقلقلة ساكنة، انتبه، لا تسحب الضمة، ارجع شفتين للوضع الطبيعي ثم ضم الشفتين في الخاء المضمومة المفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم. الجنة مرت معنا. لا خوف، الخاء هنا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوح، والواو واولين لا تضغط عليها لأنها ساكنة قبلها مفتوح. لا خوف، هذا خطأ، لا خوف عليكم، يا لين يا ساكنة قبلها مفتوح، عليكم مظهر ميم، عليكم ولا أنتم تحزنون، أنتم نون إخفاء مع التاء، تحزنون، الحاء كما قلت في برحمة يجري فيها الصوت والنفس. ونادى أصحاب النار، هناك مرت معنا هذه الكلمات، أصحاب الجنة، لا تفخم الهمزة من مجاورة الصاد، تقول أصحاب، خطأ، أصحاب الجنة، أن أفيضوا،
أن همزة مظهرة إظهار عندنا، أن أفيضوا ضاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، علينا ياء ساكنة قبل مفتوح ياء ولين، انتبه عليها لا تضغط عليها، من الماء أو همزة مكسورة، همزة مكسورة وهمزة مفتوحة، من الماء أو مما رزقكم الله، انتبه إليها الكسرات، مما بعد ذلك ميم مشددة فيها غنة، ورزق رزق لا تقول رزا رزا، الراء مفخمة مفتوحة والقاف مفخمة مرتبة ثانية، فممكن تفخم ازاي، انتبه لهذا، رزقكم رزقكم الله، بما انه جاء مضموم قبل اسم الجلال الله، اذا تفخم اللام، ومن غير ان نفخم الميم، الميم مرققة، رزقكم هكذا وليس رزقكم الله، انتبه لهذا. قالوا مرت معنا إن الله، هنا بما أنه مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام، لا نفخم إنه النون مرققة، لا نقول إن الله إن الله، انتبه لهذا، حرمهما لا تقول حرمهما، الحاء مرققة جاورت الراء المفخم لين مفتوح، فتقول حرمهما خطأ، حرمهما على الكافرين، الكافرين خطأ، الكافرين لا تقل صوت الألف، وكفر وكسر وكسر الفاء والراء جيدا، الراء مرققة، الذين لا تمسك اللام وكسر الذال، اتخذوا نبدأ بهمزة قطع، طبعا إذا بالوصل الذين ت من النون إلى التاء، ولكن نبدأ بهمزة قطع مكسورة لأنه ثالث الحرف ثالث مفتوح، اتخذوا الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوح والذال مرقة، لا تقول اتخذوا، لا تفخم الذال لأن جاورت الخاء، اتخذوا دينهم لهوا لهوا، انتبه أعطي حق الهاء من الـ من الـ من الهمس والرخاوة من جريان النفس وجريان الصوت باهتزاز الأوتار الصوتية، ولا تخرجها من الصدر تكون هاء صدرية، لهوا ولعبا تنوين مع الواو إدغام، ونضم الشفتين في الواو، ولعبا وغرتهم تنوين مع الواو ايضا ادغام مع ومع ضم الشفتين، وغرتهم لا تقول وغرتهم، لا تفخم الواو لان جاورت الغين المفتوحه مفخم مرتبه ثانيه، تقول وغرتهم هذا خطا، وغ و و وغرتهم، الراء ايضا مفخم لين مفتوحه، التاء هنا ساكنه فيها همس لطيف لا تقلقل لا تبالغ، وغرتهم خطأ، وغرتهم هذا خطأ، وغرتهم الح هذا الصح، وغرتهم الحياة الدنيا، الدال شديدة مجهورة لا تجعلها كأنه تاء أو فيها نفس، كذلك الحياة الدنيا هذا خطأ أيضا لا تجعل فيها هذا النفس، فاليوم ننساهم، فاليوم الواو ساكنة قبلها مفتوح واو لين، ننساهم نون ساكنة ثم سين لدينا إخفاء، نذهب إلى مخرج السين، أتهيأ لنطق حرف السين، الهاء مضمومة نضم الشفتين، كما نسوا لقاء يومهم، لقاء لا تقول لقاء، لا تكور شفتين، القاف مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوح بعدها ألف، لقاء يومهم هذا يومه، كسرة الميم والهاء، ميم مظهرة، يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي الذي كانوا بآياتنا يجحدون، أما إذا قلت وما كانوا نفيتها، انتبه لا تنظر في مناطق ممكن أن تغير معنى الآية ومعنى الكلمة، بآية كسرة الباء، بآياتنا لا تهمس، آياتنا يجحدون، الجيم ساكنة مقلقلة قلقلة صورة في وسط الكلام، الدال مضمومة نضم الشفتين فيها في الواو، ولا نجعل غنة في الواو في المد العارض للسكون عندما نقف عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ما كان من توفيق وصواب من الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، كان معكم دريد إبراهيم الموصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.